حدث في ثمانيات القرن الماضي، قررت مجموعة من المهتمين بتنمية المجتمع تأسيس منظمة دولية غير حكومية للإغاثة العاجلة وتنمية الشعوب الفقيرة، وأطلقوا عليها منظمة الإغاثة الدولية عبر العالم، ومقرها مدينة برمنغهام البريطانية، واختاروا لقيادتها الدكتور هاني البنا. جاء تأسيس المنظمة استجابة للمجاعات التي اجتاحت بعض دول افريقيا في ذلك الوقت، ثم تنامى عملها في تقديم المساعدات الطبية والغذائية والاجتماعية والتعليمية للشعوب الفقيرة، وكذلك الشعوب التي تتعرض للكوارث عبر العالم. للإغاثة الإسلامية مكاتب لجمع التبرعات في الكثير من دول العالم، وذلك مكاتب ميدانية في العديد من دول العالم النامية. أما مؤسسها الدكتور هاني البنا فقد ولد في مصر ودرس الطب البشري في جامعة الأزهر، ثم حصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية، ثم وصل دراساته في المملكة المتحدة حيث منح جائزة كبرى في الطب، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام عام 91، والدكتوراه الفخرية من نفس الجامعة عام 2007. الدكتور البنا أسس أيضا عددا من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وزار أكثر من 70 دولة في العالم، ويعتبر من القيادات المؤثرة في الجالية المسلمة في المجتمع البريطاني، وحاز على العديد من جوائز التقدير، أهمها وسام الملكة البريطانية عام 2004 تقديرا لجهوده في العمل الخيري الدولي، وجائزة ابن خلدون لدوره في تشجيع التواصل والحوار بين الثقافات والأديان عام 2004. إذا كنا بنتكلم على التنمية وبنتكلم على فعل الخير وبنتكلم على مستقبل عظيم وجميل، لازم نحذو وناخد عبرة من التجارب المتميزة اللي بدأها يعني مصريين أفاضل وشرفاء. من 28 سنة مرت على تأسيس منظمة الإغاثة الإسلامية، 28 سنة يعني قاموا فيها إطعام جائع وإيواء متشرد وإنقاذ أرواح، 28 سنة ما بين حروب وفيضانات ومجاعات، 28 سنة ما بين زيادة المحتاجين للإغاثة في العالم وبين التشكيك في مصادر الإنفاق، 28 سنة عمر مسيرة طويلة حافلة بالتحديات كانت تدفع لليأس والإحباط بسبب الأهوال اللي شافتها المنظمة في كل بقاع الأرض تقريبا، لكن توفيق ربنا أولا ثم روح الإصرار والتحدي في قلوب اللي شغالين فيها كان ليها الكلمة النهائية. 28 سنة مرورا على أكبر صرح إغاثة إسلامي في العالم اللي بدأ بعشرين قرش كانوا في جيب ضيفنا الدكتور هاني البنا مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية. دكتور هاني، أنا سعيد وفخور إن أنا قاعد معاك، لأن الحقيقة ما قمت به شيء يشرف كل مصري وكل عربي وكل إنسان يعني يشعر بمعاناة الفقراء والمهمشين، وانا ادعي ان انا بعيش هذه التجربة في برنامجي في واحد من الناس، فانا بحييك واقدرك واشكرك ان في زيارتك القصيرة لمصر انك انت شرفتني النهاردة في 90 دي. اهلا بيك ومرحبا بيك ومنور مصر. ربنا يبارك فيك. وخليني يعني بعد ما اتكلمنا عن او يعني عرفنا الناس بهيئة الإغاثة الإسلامية اللي انا اعرف عنها الكثير والكثير، واللي يمكن لو قعدنا نعمل عنها افلام ممكن نقعد ساعة ساعة ونص مدة البرنامج كلها، لكن خليني احكي للناس من خلال حضرتك كيف كانت البداية، كيف فكرت في انشاء هيئة الإغاثة الإسلامية بعشرين قرش كانوا في جيبك. اتفضل. الحمد لله. هي طبعا البداية كانت ابسط مما تتخيله ويتخيله اي حد. هي كانت استجابة للمجاعة في شرق افريقيا القرن الافريقي، وكانت مجاعة شديدة على عشرات الملايين في شرق افريقيا بالذات، وتكررت العام الماضي ايضا في شرق افريقيا في الصومال، وتكررت من 10 سنوات
في شرق افريقيا، في كينيا، وفي الصومال، وفي جنوب السودان الى اخره. العمل بدا لان كان في رؤيه. الرؤيه كلمه بسيطه جدا، عايزين نساعد الناس فقط. لا كان في مكتب، ولا كان في ميزانيه، ولا كان في لوائح، ولا كان في تسجيل، ولا كان في اي شيء، الا ان هو رؤيه الشعور بالمساعده. رؤيه الشعور بالمساعده والواجب من اجل انقاذ واغاثه هؤلاء الناس باي شيء، بتوزيع اوراق، بجمع التبرعات، بالتحدث مع الناس في المساجد وفي المؤتمرات وكذا وكذا. كل هذه الاشياء كانت ابسط مما يتخيله اي شخص. تحدثنا بعد مسيره 28 سنه في عمل انساني اغاثي اسلامي، وكيف بدا هذا العمل. هذا العمل في اي مكان في العالم هو بذره تضعها في ارض صالحه ثم ترعاها، والذي لا يرعى بذرته لا يرى نبتته، وبالتالي لا يرى ثمار هذه النبته. فضل الله سبحانه وتعالى هذه البذره الصغيره التي تكونت من 20 قرش، وكان طفل صغير، مش فلوسي انا، كان طفل صغير هو احد اقاربي في مصر، ودلوقتي مدرس في كليه في جامعه حلوان هنا، ولسه متجوز جديد بقاله سنتين، اسمه الدكتور باسم. اداني ال 20 قرش، كان حق ثمن الشوكولاته بتاعه يعني. وانا كنت بزور مصر بعد زيارتي للسودان لاكتشاف حجم الكارثه الحقيقيه للمجاعه التي ضربت القرن الافريقي في عام 1983، ووجدنا ان المسلمين في الغرب ليس لهم دور، فكان لابد ان يكون لنا دور، ولابد ان نوضح ان هذا الدور دور انساني بحت، لكي نقول ان نحن المسلمين قادرون على ان نوصل انسانيه الاسلام لكل بقعة العالم. وبعد 28 سنه استطعنا ان نحصل على هذه الثمار التي تمتعنا بها كمؤسسه، ثم تمتع بها الاخرين كمستفيدين وكشركاء وكدول، حتى دول كثيره جدا تمنح الاغاثه الاسلاميه حاليا المنح والشراكات. لماذا؟ لانها قيمه فعليه انسانيه عمليه ميدانيه بقاعده تعبر عن القيم الاسلاميه الحضاريه. خدت 20 قرش عملت بيها ايه؟ اول 20 قرش دي بداتها ازاي؟ عملت ايه؟ حطيتها في صندوق. وبعدين؟ وبعدين اشترينا صندوق صغير كده حطيناه على حيطه في مكان كان اسمه دار الثوره المسلمين، هو ما زال المكان قائم الى الاخر الى الان. وكنا كل يوم سبت عندنا حلقه للقران الكريم، بنفتح الصندوق نلاقي فيه 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه، ناخد الصندوق الفلوس اللي في الصندوق نحطها في حساب فتحناه في البنك. وكنت انا وليا زميل اسمه الدكتور احسان شبيب، كنا نعمل الدكتوراه، هو في الكيمياء وانا في الباثولوجي، ثم التحق بعدين بعد سنه او سنتين دكتور عصام الحداد وبعض الاخوه الاخرين من الدكاتره، دكتور محمد الالفي الى اخره. واستمرت المسيره، مسيره الصندوق. سوف المسيره تبدا برؤيه، وتبدا بالاصرار والايمان على انك قادر على ان تغيث الاخرين حتى ولو لم تمتلك قرشا واحدا. حبك لعمل الخير الذي تمثل في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الناس وحبب الخير اليهم. هذا الحب وهذا الاختصاص من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل اخونا في كل اخواننا في كل مكان في العالم يطلعوا ويقولوا نحن قادرين على. اخونا عمرو الليسي بالذات انا اذكرك انت، يعني ان انت ليك مجال كبير جدا في العمل الخيري لكن لا تظهره. ليه؟ لان انت هنا رساله اختصاص من الله سبحانه وتعالى لشخصيه عمرو الليسي، لشخصيه محمد حسن محمود، علي حسنيه، لشخصيه جرجس، لشخصيه جورج، اي واحد. ربنا بينظر الى قلب هذا المؤمن الذي يريد ان يحمل عبء رساله رفع المعاناه عن قلب مكلوم، سواء كان هذا المكلوم انسان ام حيوان. دكتور، يمكن البدايه كانت بدايه متواضعه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لكن خليني اسالك، هل الاغاثه الاسلاميه كانت توجه فقط خدماتها للفقراء من المسلمين ام من غير المسلمين ايضا؟ هو من الاول كنا احنا عندنا رؤية واسعة عن الرؤية الضيقة لبعض المذاهب اللي انا اقول عليها يعني بعيدة عن وسطية الاسلام او بعيدة عن فهم الاسلام الشمولي.
فهم الاسلام الشمولي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وتعمون على طعام حبه، على الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، مسكينا بسعه المسكنه واليتم والفقر. فلم يخص الله سبحانه وتعالى مسلم او غير مسلم. انما تعملكم الله جلالا نريد منكم جزاء. انا اشوف الجمال فيها عمليه دي اجل الله سبحانه وتعالى الى اخره. نحن فتحنا ابواب، ليس فقط ابواب المساعده لغير المسلمين، بل ابواب التوظيف والتوظف داخل الاغاثه الاسلاميه في اوائل التسعينات لغير المسلمين. وكان مسؤول قسم المعلومات اللي في الاغاثه الاسلاميه في 91 او 91 او 92 بعد ان سجلت المؤسسه واصبح لها كيان، كان اخ غير مسلم، وهو اللي في ايده كل معلومات الاغاثه التقنيه كلها. يعني انت بتدي بطن المؤسسه معلومات المؤسسه لرجل على غير الدين. لان احنا توخينا فيه الصدق والامانه والحرفيه. فلما بدانا بهذه المصداقيه، لما جت احداث 11 سبتمبر في 2001 كنا احنا مستعدين لها من 11 سبتمبر 1991. ليه؟ لان احنا انفتحنا بانسانيه الاسلام على العالم الخارجي، لاننا اصحاب رساله انسانيه نقول نحن فخورين فيها باننا مسلمين. نعم. كم فرع النهارده يا فندم الاغاثه الاسلاميه في العالم؟ حوالي 40 فرع في اماكن كثيره، في من اندونيسيا لجنوب افريقيا لاستراليا دلوقتي، حتى يمكن فرع استراليا انا ما شفتوش لان انا تركت الاغاثه من 4 سنوات، اللي في اسبانيا، لامريكا، طبعا امريكا فيها 5 مكاتب للاغاثه الاسلاميه، لكندا الى اخره الى اخره. وده يعتبر مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها. فالكلمه الطيبه دي هي النبته الصادقه التي وضعها اخونا عمرو الليثي في ارض صالحه، فرعاها عمرو ورعاها من مع عمرو بهذا الزخم. فبارك الله لعمرو ومن حول عمرو في هذه النبته، فاصبحت هذه الثمار الكثيره والشجار والاشجار الكثيفه. لماذا انت نصح لنا دكتور؟ يعني احنا النهارده بدأنا عهد جديد في مصر بعد ثورة عظيمة، والحمد لله تمت انتخابات الرئاسة وجاء إلى مصر رئيس منتخب وأصبح الآن نفكر في المستقبل. بنفكر في المستقبل في كل على كافة الأصعدة، على الصعيد الاقتصادي، النمو الاقتصادي، على صعيد الصناعة، تفكير في التطور الصناعي وكيف مصر تتحول إلى بلد صناعية منتجة وزراعية أيضا وغيره. لكن على مجال التنمية البشرية، بماذا انت ناصح لنا في مصر؟ نعمل ايه؟ عندنا في مصر حجم فقر شديد ما بين الفقر العادي والفقر المدقع والفقر المعدم. عندنا 25 مليون عايشين في عشوائيات يفتقدوا الى مقومات الحياه الدنيا لاي انسان عادي. عندنا مشاكل، يمكن لو سمعت حضرتك المداخله بتاعت الاستاذ بدري فرغلي، اصحاب المعاشات يعني لا يكفيهم حد الكفاف من المعاشات الهزيله جدا. صحيح كتر خير الرئيس رفع معاش الضمان من 150 جنيه 300 جنيه لمن لا لهم لا معاش ولا تامين صحي، لكن بماذا انت ناصح الاغنياء في مصر؟ اصحاب الافكار النبيله، الناس الذين يريدون ان يقدموا خيرا، الناس اللي بتميل الى مجال العمل التنموي، عمل مجال التنميه البشريه. هو بالنسبة لمصر حاليا تحتاج لكذا بداية في اتجاهات مختلفة. اول بداية انا اعتقد انها تكون بداية المصالحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة قال لأهل مكة: ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كاخ كبير، اخ كبير، قال: ذهبوا فانتم الطلقاء. وتعلمنا من تجربة جنوب افريقيا وتجربة رواندا كيف المصالحة بين هذه الشعوب المتنحرة والتي قتل فيها من قتل بالمئات الالاف الملايين، انهم تخطوا هذه العقبة النفسية عند الشعوب نفسها. دي مهمة جدا جدا من الناحية النفسية لكي نستطيع ان نبدأ ورقة جديدة. النقطة الثانية، احنا بنتكلم عن مؤسسات مجتمع مدني، ليس فقط مؤسسات اغاثة او مؤسسات عمل خيري او مؤسسات تطوعية الى اخره. مؤسسات مجتمع المدني اللي في مصر تعتبر ضعيفة البنية، ضعيفة الترتيب، ضعيفة البناء، ضعيفة القدرات. وده كان جزء قد يكون من نظام اراد ان يقزم دور وعمل وحجم هذه المؤسسات لكي لا تفرز حلول مجتمعية، وبالتالي تفرز قيادات مجتمعية، يخرج من هذه القيادات المجتمعية قيادات سياسية
تحاول ان تكون جزء من السلطة التي تريد ان توجه مسار الدولة. نحن في هذا الامر لابد ان نهتم اهتماما اوليا واولويا ببناء نسيج مجتمعي قوي من خلال تقوية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بكافة الوانه، سواء كانت خيرية إغاثية، سواء كانت تنموية، سواء كانت أحزاب، سواء كانت إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لأن احنا نرى التجربة الديمقراطية الحديثة التي تراها مصر، التخبطات اللي موجودة في الساحة المصرية الآن، لأن المؤسسات الموجودة ضعيفة أو وليدة أو ليس عندها الخبرة. حتى لغة الخطاب في بعض المجالس والبرلمان كانت لغة تعتبر لغة بسيطة جدا 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 جدا، تؤدي الى الصدام، لان الناس ما زالوا يريدوا تدريب عالي جدا. فنحن الان سنبدأ مرحلة انتقالية بعد تولي الوزارة باذن الله سبحانه وتعالى الجديدة الحكم مع سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي. هذه الوزارة انا خوف منها في حاجة واحدة، انا عندي مؤسسات مجتمع مدني ضعيفة، وعندي احزاب ضعيفة، وعندي قيادات مش موجودة الان او قليل منهم اللي موجود، ولكن في نفس الوقت عندي الكثيرين الذين يدعون القيادة ويدعون الخبرة ويدعون كذا وكذا 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 وكذا. انا خوفي الشديد، وانا عندي خبرة في العمل المجتمعي قرابة 30 سنة او اكتر، ان تشكل حكومة انتقالية من فرقاء متشاكسين. وده بيذكرنا بان الشركاء الفرقاء المتشاكسين مهما كانوا، ها، لانهم جايين مش من حزب واحد، قد يكون في حزب واحد ليه مثلا 5 أو 6 أو 7 حقائب وزاريه، لكن لو كان عندنا 30 حقيبه وزاريه هنضطر ده من الشباب وده من كذا وكذا وكذا. فانت بتجد نسيج يعني صعب انك تؤلف بينه، خاصه في داخل منظومه وليده. صحيح، خصوصا ان الحكومة القادمة حكومة ائتلافية، يعني واتصور ان دي المشكلة في الحكومة القادمة، انها حكومة ائتلافية، وان رئيس الوزراء القادم يعني عنده مشكلة في التناغم مع كافة التيارات الموجودة في داخل الحكومة. هل احنا محتاجين لحكومة ائتلافية ولا احنا محتاجين لحكومة تكنوقراط؟ يعني ما في خيارين امامنا دلوقتي، هل احنا نستطيع ان نجعل ممكن يبقوا الاثنين في واحد، يعني تكنوقراط ائتلافيه مثلا. بس انت حضرتك لما تجيب مثلا مايسترو، وانا اظن ده التفكير في هذا الاطار، يعني لا انا خوفي، لان انا اعمل في الشارع، في الشارع بالذات يعني، وارى ان في مشاكل تحت داخل الوزارات لا يعرفها احد الان الا الجماعه التكنوقراط اللي موجودين داخل مثل هذه الوزارات. قد يكون في بعض الوزارات السياديه زي الخارجيه زي الداخليه زي الاقتصاد زي الدفاع كذا كذا، دي ممكن نجد لها وزراء سياديين من حزب معين الى اخره، لكن انا ارتاح شخصيا الى ان اؤلف هذه الحكومه الائتلافيه ليس من داخل الاحزاب ولكن من داخل التكنوقراط الذين كانوا داخل الوزارات، لكي لا يحدث هذا هذه الصدمات التي نخشى علينا منها. دي نقطه نمره 2. نقطه نمره 3، الاهتمام بالشباب. الشباب ليسوا زينه نتزين بها، الشباب لابد ان يكون لهم مسار، مسار ومسار مرسوم الخطى، ومسار كجزء يعتبر هو النسيج المجتمعي المستقبلي لمصر نفسها. لابد يكون لهم كيانات مستقله تستطيع ان تصيغ فكرهم، تستطيع ان تصيغ احلامهم، تستطيع ان تصيغ قدرتهم على الانتاج وعلى تحويل هذه الطاقات الى مشاريع انتاجيه. اما بالنسبه لرجال الاعلام الاعمال فعليهم اللي هي بنكلمها المسؤوليه الاجتماعيه، سواء كانوا هم هينشئوا مؤسسات اقتصاديه، في كثير جدا من المؤسسات انشات عن طريق رجالات الاعمال، سواء كانوا هم هيشاركوا في بناء النسيج المجتمعي بمساعده مثل هذه المؤسسات المجتمع المدني الاخرى. لكن في امر اخر وهو مهم جدا جدا الان، اننا لابد ان ننشر ثقافه بناء الجسور وبناء الائتلافات وبناء المنتديات وبناء الشراكات بين ماذا؟ بين مؤسسات المجتمع المدني، لكي لا يحصل تكرار نفس ما حدث في اماكن اخرى في العالم الاسلامي او العالم العربي او العالم الغربي. احنا نريد انه مثلا كنت في الصعيد لسه جاي من الصعيد، كنت هسال حضرتك لسه عشان انا عارف ان زيارتك للصعيد بعد الثوره يعني لها مغزى طبعا مهم، عايز اعرف شايفها ازاي بعد الثوره الصعيد؟ الصعيد فقرها اذا قرن بفقر القاهره، القاهره تعتبر 5 نجوم. صحيح.
فنادق خمس نجوم في عشوائيات في كل شيء. انا ما اقدرش اتصور ما رايته في جنوب اسوان في بدايه مشارف النوبه او في اسيوط او في الدنيا او في المنيا الى اخره. ودي زياره سريعه جدا لا استطيع ان اقول انا اعلم بكل هذه الاشياء، لكن فعلا السعيد حرم وحرم وحرم، وكثير منا وانا منهم آثمون أو آثمين على أننا أهملنا الصعيد بتكاليف بسيطة جدا جدا، لكني جاي رجعت متحمس جدا. لماذا؟ لأن لقيت فعاليات غير عادية، غير عادية، وكفاءات غير عادية، وإصرار وإيمان غير عادية من أهل أسوان وأهل أسيوط وأهل المنيا اللي أنا زرتهم في ثلاث أيام ورا بعض. ليه؟ عايزين يعملوا شيء، عايزين يوجهوا، عايزين يعملوا اتحادات، ائتلافات، عايزين يبنوا لهم رؤية مستقلة. هم ما يريدون منا فقط التشجيع والتوجيه، والإمكانيات البشرية موجودة، الإمكانيات المادية موجودة سواء كانت في الصعيد أو في مصر. احنا نقول لأغنياء القاهرة، يا أغنياء القاهرة نموا الصعيد، خط الصعيد كله خط تحت الفقر. إذا كنا بنتكلم عن 25% 25 مليون أو عدد العشوائيات اللي في القاهرة اللي موجودة عندنا وفي اسكندرية خير، فننظر لو نظرنا لبني سويف، للقنا، للمنيا، لكمان سوهاج، لأسيوط، كل الحاجات دي كلها نجد إن إحنا هنا يعني البون شاسع ما بين فقر وجنوب الوادي وفقر القاهرة وفقر اسكندرية وفقر للمناطق الاخرى. فلذلك ان احنا هنا نوجه رجال الاعمال الى ان ينموا مثل هذه المؤسسات، يبنوا الائتلافات بين المؤسسات الصغيرة لكي تكبر، نخرج فعاليات هذه المؤسسات الينا نحن في القاهرة او في العالم الخارجي، لكي نقول نحن عندنا منظومة انسانية مجتمعية خيرية نستطيع ان نقود بها، ليس العالم العربي فقط وليس العالم الاسلامي فقط، ولكن ان نبرزه على العالم الكبير بدولياته كلها. فننظر الى الصعيد كقضية، وننظر الى الصعيد كاستثمار كذلك، وننظر الى القاهرة كقضية، وننظر الى القاهرة كاستثمار وكفاءات الى اخره. فالمحك الاساسي دلوقتي ان احنا في خلال الاربع سنوات القادمة دلوقتي لابد ان نراجع قوانين الجمعيات، نراجع قوانين التأسيس، نفعل. في اشكال يا دكتور اسمح لي، دائما يعني هناك دائما حالة تشكيك في المجتمع المدني دائما. نعم. هناك حالة تشكيك في المنظمات الاهلية التي تعمل في لخدمة الفقراء دائما، يعني حالة عدم ثقة احيانا خصوصا انها مرتبطة بالتبرعات. بنشوف ازاي ازمة الثقة دي ممكن يتم تلاشيها خلال الفترة القادمة؟ بوضع قوانين داخلية وخارجية ومعايير واضحة، ووضع معايير الشفافية بالذات والمحاسبية والمراجعة والحوكمة داخل المؤسسات عن طريق وزارة التضامن او عن طريق الجمعية نفسها اللي احنا بنتكلم فيها. حالة التشكيك لن تقف سواء كانت في داخل مصر او في خارج مصر، سواء كانت في الغرب ام في الشرق، لكن هناك في الداخل. انا اذكر اذا لو ذكرنا احنا 10 او 15 مؤسسات كبرى التي نمت في خلال العصر بتاع الماضي، لكن هناك في الاف من المؤسسات التي استطاعت ان تبني ابداعات في كل مكان في مصر، واصبحت وابرزت للناس ان مصر قادرة على ان تتخطى هذه العقبة، وهي عقبة ايجاد الحلول للمشاكل المجتمعية المتجددة داخل المجتمع. انا التشكيك مش هيقف، لكن انا لن انقطع عن العمل، ولن انقطع عن التواصل، ولن انقطع عن التشبيك. وهذا ما حدث فعلا في بضع ساعات في اسوان وبضع ساعات في اسيوط. استطعنا ان نجمع حوالي 30 او 40 جمعية في اسوان و40 او 50 جمعية في اسيوط، وهم استطاعوا دلوقتي بدأوا يجلسوا مع بعض لكي يكونوا شبكات. فما اذا كان في اهتمام وتزاور ما بين بعض المسؤولين او بين بعض الجمعيات الكبرى لكي تتواصل مع مثل هذه الجمعيات. التشكيك مش هنقف منه، لكن اذا وضعنا النظام في معيارية وفي شفافية وفي مصداقية وفي مرجعية وفي كذا وكذا وكذا وكذا، فلن ينقطع التشكيك، لكن سيقل وسيقل وسيقل. هنطلع فاصل اعلاني، نرجع تاني نكمل حوارنا مع استاذنا الدكتور هاني البنا مؤسس الاغاثة الاسلامية في العالم. هذا الرجل يستحق الكثير يعني، وله ايد بيضاء على الكثير والكثير، فيعني بالتأكيد حوارنا معاه حوار يعني انا بشوف ان هو اضافة كبيرة جدا لنا. فاصل اعلاني ونعود.